السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جينا على مكان انفلاق، مثل ما تشوفون انه كله اخضر باخضر يا حيدر. اليوم يعني فشي خرافي جدا، الجو انه شمس، والشمس مو حارة، والهواء برد حلو، اريد اقول الهواء حلو. وخلونا نشوف هذا المكان يلا. هذا البارك اسمه قلت، بمنطقة بهجة شهيرة باسطنبول. طبعا هو بتلفات الدنيا، يراد لك خلق قبل توصل له، بس انه يستاهل، صدق يستاهل. ويل على البحيرة باوع، اماكم راية ابتشي. يا بط اسبح بالشط، كل السمكة أتت الشبكة، ما حافظ الباقي بس العب بالشط. هلا مرة ثانية، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم احنا ببارك بهجة شهيرة اسمه قلت. هذا البارك خرافي طبعا، بحيرة الصناعية اوكي، والرومانسية هنا تقرأ ألف، والهدوء ابشع عليه، مثل ما تشوفون انه هو شبه فارغ، بس انه كبير 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 فوق ما تتصوروا. امور طيبة كلش، ويتعدل الراس من صدق. يعني انت عندك حبيبة تعالوا جيبوا تعالوا، ايش بيدي اسحق صار ما ادري ايش قد. المهم ما عليكم، ما عليكم انه تونسوا. انا من كنت صغير ابعد ما كان شايف الصياحة مال الطابة اللي قدام بيتنا، كنا نلعب بها ختيلان. هاي الجالبة الله، هاي يعني هم تكبر الضوج لك اريد. دباوع خالي، حتى البطن تونس ده تفتر، هي تشير جاي على البارك ضايجة، احترت من حر شو يسموها فوق، شو اسمها، سمة كانت تطير يمكن. اي نسيت. المهم تونس خالي تونس. هذا اذا غنوا لي درب اللي يمرون، وهاي مال على درب اللي يمرون، هنا اقعد ما يخالف، بس بالشارع لا باش ما اقعد. اقعد سنة هنا. طبعا هالمكان هذا بمقاهي بمطاعم بحتى مول هناك، كان ورا الاجار ورا الاجار، بس شنو شيء انفلاقي يعني جديات، انه اريد يعني والله ما كنت ادري بي قريب هيك، وهيك مكان حلو هنا، ف يعني لازم تزوروه. تمام، ويلي هاي البحيره شنو باوع خلاص لكم اياها. قمنا هسه نعوف المكان هذا شبه جنة، ما ادري شنو اللي خبل. اوكي اذا رحنا ناكل من الجوع، ياكل من الجوع. المهم شوي اندمجت. اخ ما ادري ايش اكل. يلا بس البارك حلو، يعني حتى الشارع حلو، حتى شارعهم حلو. خليني اشوفكم اياها همين، يعني شي يفوتكم جديات، كلش حلو ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذا كله مول هالكبراته، ادري ايش يريدون يسوون، بيشيريدون يبيعون هالكبر، ايش دعوه ما تقولوا لي ايش دعوه، محلين كافي، شو التبذير هذا. هذا الطبق اسمه تشي كوفتة، طبعا هذا الطبق كلش مشهور بتركيا، فانصحكم تجربوا. يعني انتم كل ما تزورون منطقة لازم تاكلون اكلها الشعبي يعني اوكي، فهذا اسمه تشي كوفتة، اطلبوا تشي كوفتة كل مكان كوم، هيك شكله مثل التلة حمراء بالمحلات تصير. شوفوا ايش لقينا، شلغم، عصير شلغم، اول مرة اجربه بحياتي، ما اعرف شنو دينا بعدني، فخلونا نجربه. راح يا اهلنا، رجعنا للبيت، راح نكمل الفلوق لحد هالنقطه، ما ادري هالفلوق صار قصير، بس احنا ما رحنا على مكان يعني، بس البارك يستاهل انه ايام مو يوم والله. اوكي فيلا تابعونا على الجديد ان شاء الله يعجبكم، لا تنسون تخلون اشتراك جوا هنا، والفيديوهات اللي هنا نشوفوها. تمام، باي باي.
رجعنا للبيت خلي اعلانات ويسعد منتجون على بيتنا رقم 2 تمام شفتي رقم 2 باي باي.